أننا داخلون في سنة تنتهي بثلاث انتخابات على الأقل، في انتخاب لمجلس النواب، في انتخاب لمجلس جديد أضافته التعديلات الدستورية اسمه مجلس الشيوخ في عودة لحكاية مجلس الشورى، ثلاثة في انتخابات محلية مؤجلة من فترة طويلة جدا، آخر انتخابات محلية جرت في البلد عام 2008. طيب يبقى أمر طبيعي جدا أن تلتفت إلى ما يشغل الناس الآن. أريد أن ألفت أنه بالتوازي بعض الأحزاب دعت إلى حوارات، حزب مستقبل وطن وصولا إلى حزب الديمقراطي الاجتماعي والوفد وغيره وغيرهم، دخلوا في حوارات متعلقة بالانتخابات المقبلة. أيضا على لائحة البرلمان الحالي فكرة حسم الصورة النهائية لقانون الانتخابات، كيف ستجري الانتخابات، بأي نظام ستجري به الانتخابات. ليه هذا الإلحاح؟ هذا الإلحاح مصدره بالضرورة احنا خدنا حربا هائلة ضد الإرهاب، كنا ننتصر يعني أو شرفنا على الانتصار فيها بحمد الله، دولة أثبتت قوتها، وهذا أمر كان مدركا منذ البداية. لا توجد أي جماعة إرهاب أو جماعة عنف من خارج جهاز الدولة المصرية أيا ما كانت حالة الدولة المصرية قادرة على الانتصار على الدولة. الدولة المصرية سمكة قرش يعني مش جهاز، وهو بالعكس أحداث الإرهاب تساعد على تصليب جهاز الدولة، يعني لها فائدة، أحيانا هي بتبقى محنة تؤدي إلى نعمة. فأنت بتواجه خطر، فلازم تشوف أنت الدولة الرخوة دي هتقدر تواجه هذا الخطر ولا لا، فبتعمل بانتظام على سد الثغرات أو تطوير الأداء أو كذا، وإدراك أن حرب الإرهاب أو الحرب ضد الإرهاب هي حرب معلومات بالأساس. كلما تقديري أن التوازن المرغوب، المعادلة المرغوبة، أن كلما تقدمت في الحرب لتصفية الإرهاب، الرئيس السيسي قال إحنا صفينا البنية التحتية للإرهاب، وده تعبير دقيق، لأنه أنت لا يمكنك في أي نحو وفي أي لحظة من لحظات التاريخ والإرهاب ظاهرة عالمية الآن أن تتوقع عملية هنا أو عملية هناك. أنا بتكلم عن حجم العمليات، طبيعة العمليات، هامشية ولا آخر. فهيظل هناك خطر موجود من هذا النوع، لا يجب أن نتصور إلا إذا تصورنا عالما خاليا من الإرهاب، وهذا أمر ليس من المدركات في المدى القريب. لكن إحنا مع هذا التقدم لابد أن الأشياء المصاحبة للحرب ضد الإرهاب تخفف، يعني التدابير التي تتخذها أنت والتي تنطوي غالبا عندنا وعند غيرنا على تقييد قدر لا بأس به من الحريات العامة المفروض تفك الحالة. وهذا أمر مطلوب في التجربة المصرية المعاصرة الحالية، أن احنا ننتقل كما قلت من فكرة السلطة القابضة، يعني السلطة المسيطرة على زمام الأمور، إلى وضع النظام السياسي. جسر الانتقال هو الدستور.